مع استمرار أزمة تفشي فيروس كورونا في مدن البلاد كافة وارتفاع أعداد الإصابات، تزايدت المخاوف من تحول عودة الطلبة لمقاعد الدراسة إلى بؤرة تفشي جديدة تنذر بكارثة صحية لا تقوى مؤسسات الدولة على مواجهتها. مسألة العودة إلى الصفوف الدراسية باتت تشكل هاجساً لدى أولياء الأمور وإدارات المدارس على حد سواء، نتيجة الاكتظاظ بأعداد التلاميذ داخل الصف الواحد، والذي سيؤدي إلى موجة جديدة من الإصابات. هناك الدوام الثلاثي والثنائي، وأغلب المدارس مزدحمة إلى حد كبير. باعتقادي أنه وزارة التربية ما عندها أي خطة وقائية للتلاميذ بعودتهم، ووزارة الصحة بإمكانياتها البسيطة هي دوبة توفر المرضى، وأغلب المرضى هم قاموا يوفرون العلاجات اللي خاصة بالإصابات مع الكورونا. أما بخصوص الطلاب فما أعتقد شي يريدون يقدمون للطالب غير التعقيمات، والتعقيمات راح تقع على عاتق أولياء الأمور أغلبها. عدد من أولياء الأمور طالبوا وزارة التربية بإعادة النظر في دوام المدارس للعام الدراسي المقبل لتجنب دخول البلاد في أزمات إنسانية نتيجة عدم القدرة على توفير الإجراءات الوقائية اللازمة، مما يشكل خطراً على حياة الطلبة والأهالي في آن واحد. لو تدخل في أي صف بالمدارس الابتدائية سترى في الصف الواحد هناك أكثر من 50 من معدل من 40 إلى 60 تلميذ موجودين في الصف الواحد، كيف نباعد بين هؤلاء ولا توجد مدارس؟ وبالتالي على وزارة التربية أن تجد طريقة أو آلية جديدة في التدريس، وإلا كورونا ستفتك بكل أبنائنا. جائحة كورونا دفعت المدارس لغلق أبوابها في أكثر من 160 دولة منذ بدء الأزمة أوائل العام الحالي، الأمر الذي أثر سلباً على سير العملية التعليمية ووضع العالم أمام كارثة تمس جيلاً كاملاً، رغم محاولات الجمع بين التعليم عن بعد والتواجد في الصفوف المدرسية، إلا أن النظر في الواقع الصحي للعراق وما يمر به من أزمات تجعل من مسألة إعادة النظر باستئناف الدراسة بشكل طبيعي أمر حتمي يستوجب اتخاذ قرار حاسم يمنع البلاد من الدخول في أزمات جديدة.